مساء الخير عليكم، انا ريم الانصاري ودي بودكاست في عالم موازي. في البودكاست دي دايما هيكون معانا شخصيه قدرت تحقق التوازن في حياتها وتوصل لمرحله من النجاح والشهره في مجالها، ومن خلال البودكاست دي هنعيش معاها نقاشات وافكار كتير من عالم موازي. ضيفي النهارده هو حاجات كتير في بعض، في كل مجال ليه معاه حكايه، التمثيل والرياضه والبزنس شغلين جزء كبير من عالمه الخاص. شارك في مسلسلات زي جروب العيلة وكتيبة 101 وحاجات تانية كتير. ضيفي النهاردة هو الممثل معتز حسين. أهلا بيك يا معتز. ازيك يا ريم؟ مبسوطة ان انت معايا النهاردة. انا مبسوط والله. بص بقى، في البرنامج بتاعنا او في البودكاست بتاعتنا بنمر بخمس محطات كده وبنديك الاختيار ان انت تختار تبدأ بايه. حلو. عندنا القلب والافكار والانا او الايجو، يعني البيئة المحيطة والجسد. اوكي. اوكي، وانت بتلعب رياضه وبتاع تحب تختار بايه؟ تبدا بايه؟ نبدا بالقلب. يلا بالقلب. حلو. طيب اختار بقى رقم من 1 ل 11. 7. 7. تقدر تقولي انت عايز توصل لايه في الحياه؟ ايه هو شغفك او ايه الحاجه اللي انت عايز، يعني الحلم اللي انت عايز توصل له؟ الحلم اللي انا نفسي اوصله ان انا ممثل، وبدات من فتره طويله واخدت ادوار تدريجيا الحمد لله، اصغر فاكبر فاكبر. فامنيه حياتي ان انا اكمل على الحلم اللي انا عايش عليه لحد دلوقتي واوصل له واحققه. ده ساعتها احس ان انا فعلا ليا قيمه، ان انا كان ليا هدف ووصلت له في يوم من الايام. وعندك خطه واضحه كده انت هتوصل ازاي؟ طبعا. السعي، انت بتسعى في كل الطرق اللي قدامك وبتسيب بعد كده نتيجه ربنا، بس اهم حاجه تكون انت بتسعى مش قاعد ومستني الاحلام تتحقق او الطموحات تيجي. لا، انا بسعى وبسعى قوي جدا في كل الطرق لحد ما ربنا هو سبحانه وتعالى اللي يحطني في الهدف اللي انا عايزه ده. كنت بتكلم مره قبل كده مع الموسيقار تامر كروان، وطبعا موسيقار كبير وعمل اعمال كتير قوي، وقال لي حاجه يعني انترستنج قوي. قال لي ان هو في اول مشواره كان بيتبع العلامات. يعني ايه؟ يعني زي ما انت قلت، انت بتسعى بس ساعات بتلاقي الطريق بياخدك في اتجاه غير الاتجاه اللي انت ماشي فيه، فبتضطر تحوت شويه. صح. عن الاتجاه اللي انت فيه. صح. هل انت عندك المرونه دي ان انت تقدر تتبع العلامات عشان توصل للحلم في الاخر؟ هقول لك على حاجه. اتباع العلامات دي فعلا حاجه حصلت لي انا شخصيا. انا كل ما بيأس، يعني كل ما ابقى عايز اوصل وعايز اشتغل وعايز اشارك في عمل وايأس، يجي لي حاله يأس اقول خلاص ربنا مش كاتبها لي، الاقي عمل جالي. سبحان الله. اول ما احس باليأس ده خلاص، يعني الباب مقفول. هو دايما بيقول كده على فكره، ان ما تحسب اليأس ده يبقى في حاجه جايه، يعني لازم بس تستنى سنه كمان. بالظبط. الاقي ربنا حد مكلمني ومترشح لدور، ويلا تعالى اقعد معانا عشان نمضي العقد وتشوف دورك. اول ما بحس انها بجد، يعني ما دقت الا ما فرجت فعلا. اوكي. طيب اختار رقم كمان، احنا لسه في القلب. 4. 4. بتصدق المنطق ولا بتمشي ورا الحاسه السادسه؟ قلبك اكتر بيمشيك ولا عقلك؟ لا، الحاسه السادسه. العقل. الحاسه السادسه القلب. سوري، الحاسه السادسه الحواس، يعني القلب. يعني بتمشي بقلبك ورا قلبك او باحساسك؟ باحساسي اكتر من احساسي. من العقل. احساسي ده مهم جدا وعمره ما خيب. طب كويس، لان في ناس كتيره قوي بتقول ان هي يعني بتتلخبط لما تمشي ورا احساسها، ما بتبقاش بالنسبه لها الطريق واضح. لا، انا ما فيش مره في حياتي الا لما احساسي كان صح. بحس الحاجه دي اللي قدامي ده بيلف بيدور بيكذب، عايز خير عايز شر، الحاجه دي مش هتجيلي هتجيلي، المكان ده اللي فيه رزق ولا لا، احساسي دايما وبيطلع صح في الاخر. طب كويس، انت من المحظوظين. طيب المحور التاني تحب نخش على ايه تاني؟ الجسد. جسد. انت ايه الرياضات اللي بتلعبها؟ انا الجيم، الكروسفيت، السباحه، هاندبول. انا قريت هاندبول طبعا زمان، كنت طول عمري انا من وانا عندي 7 سنين لحد 25 سنه في الهاندبول. انا بشوف ان الرياضه مهمه جدا جدا جدا. جدا. طيب اختار رقم من 1 ل 14. 1. ايه الروتين بتاعك اللي بتعمله اول ما تصحى من النوم؟ هل عندك روتين اصلا بتعمله اول ما تصحى من النوم ولا؟ طبعا. اول ما اصحى يعني
بصلي الصبح وبعد كده اروح الجيم، ببقى في الجيم الساعه 6:30 الصبح. بصحى بدري. برافو. انا احب اروح الجيم وهو فاضي او يا دوبك فيه 2-3 كده، لان انا راح اتمرن، ففي الوقت ده عايز يبقى براحتك، ما يبقاش فيه زحمه، ما يبقاش فيه ديستراكشنز، تشتيت. بالظبط، مفيش حد يكلمني، انا مش هكلم حد. فانت الساعه 6:30 7 دي انت كنا الناس نايمه، يا ما حدش لسه صاحي راح شغله، او لو في حد بيتمرن زيك، فده الوقت اللي انا بحس فيه ان انا اول ما اصحى اروح الجيم على طول. برافو. ايه كمان رقم تاني بقى في الجسد برضه؟ 2. بتاكل ايه كل يوم؟ بتبص على اكلك انت؟ يعني عندك وعي كده بالاكل طبعا، الاكل الصحي والاكل مش صحي؟ طبعا بعرف ايه الاكل اللي هيفيدني وايه الاكل اللي هيتخني، بس انا كل يوم لازم بعد التمرين اكل زبادي وشوفان ومكسرات وعسل، دي الوجبه الاساسيه بقى لها 13 15 سنه ما بتتغيرش. تاكلش بروتين كتير؟ و باكل بروتين كتير طبعا، يعني الوجب الاساسي الزبادي والشوفان والعسل والمكسرات، يوم معاها بياض بيض مسلوق، ممكن يبقى معاها تونه. ما بتزهقش؟ لا بالعكس، بحب الوجبه دي جدا، بستناها. اتعودت عليها خلاص، دي بقيتوا اصحاب. طيب المحور اللي بعد كده ايه؟ في عندك الانا، وفي الافكار، وفي البيئه المحيطه. البيئه المحيطه، البيئه المحيطه مهمه قوي، البيئه المحيطه بالذات في شغلانتك. طيب تختار رقم من 1 لـ13. 13. ايه اكتر حاجه بتستمتع بيها في شغلك لو اتكلمنا على التمثيل يعني؟ وانا في اللوكيشن يعني، وانا محضر ومذاكر وبأدي الشخصيه او بأدي الدور اللي انا بعمله دي، وتاني حاجه لما بسمع رد فعل الناس دي بتبسطني جدا. اكيد جدا طبعا، يعني بحس ان انا عملت حاجه ناس شافتها حبيتها، فبتوقفني وانا ماشي عشان تقول لي دورك كان حلو، طب هيحصل ايه في المسلسل، طب انت تديك دفعه ان انت بقى تكمل. يعني ان حب الناس او الناس متابعاك ده علامه كويسه يعني. طبعا. عندك تحضيرات بتعملها قبل ما تعمل المشهد بتاعك؟ يعني انا اعرف في ممثلين مثلا بيعملوا نوع من انواع التامل، في ناس ما تحبش تكلم حد، في ناس عادي ما بيفرقش مع، يعني هل انت عندك طقوس معينه او حاجه معينه بتعملها؟ يعني انا لازم طبعا اكون رايح اللوكيشن مذاكر قبلها بيوم يومين، محضر كل حاجه، بس خلاص اول ما هعرف ان انا المشهد الجاي او كده، لا عايز هدوء بقى تام خالص في سواء الاستوديو اللي انا قاعد فيه او الكرفان، احضر كويس، ابتدي اخد نفس، اظبط ضربات القلب بتاعتي واظبط نفسي واركز في الحاجه اللي انا داخل اعملها، فلازم ابقى في كده حوالي ربع ساعه كده مقفول عليا مركز فيه عشان تقدر تجمع نفسك. ما بحبش حد يوترني فيها خالص. الممثلين عامه بيبقى عندهم كمان مشاعر كتير قوي، و وبرضو بيخشوا عشان يخشوا في الشخصية، لو هي مختلفة قوي كمان عن شخصيتهم الأساسية بتهيألي بيبقوا محتاجين شوية كده ترانزيشن، نقلة يعني. بالظبط، عشان تخش الشخصية غير شخصيتك لازم تشوفي الشخصية التانية دي عاملة ازاي، يعني تشوفي فعلا مثلا اديكي مثال، لو واحد مدمن، لا انا لازم اشوف واحد مدمن بجد وبيتعالج، وقبل ما يتعالج كان عامل ازاي. شخصية واحد مثلا مثلا قتال قتلة، فابتدي اشوف على اليوتيوب او اشوف على الحاجات الناس اللي كانوا بيقتلوا وقتالين بيتعاملوا ازاي، رد فعله، طريقه كلامه، اسلوبه في الحياه، عشان الواحد يقدر يخش جوه الشخصيه دي، لكن مش يقول انا اروح اعمل. وبتطلع منها ازاي؟ يعني ده سؤال انا دايما بساله بالذات للناس اللي بتعمل شخصيات صعبه وبعيده عنها، لان التقمص ده، فكره التقمص انت تتقمص شخصيه مش بتاعتك، بتهيألي برضو عشان تخرج من الشخصية، بالذات مثلا لو ايه مسلسل بتقعد تعمله فترة، فاهم قصدي؟ حصلت معايا. انا كنت عامل دور مهدي في جمال الحريم، ده كان شاب كفيف، اتمرنت كتير ورحت شفت ناس كانت بتشوف وفقدت البصر فعلا، ولكن طول ما انا في اللوكيشن كنت فعلا بمشي بالعصاية، انا معرفش فين، انا ماشي بالصوت، ماشي بقى بالعصاية عشان اخبط، اتمرنت كتير، كنت بنزل من بيتي كده اول ما اوصل اللوكيشن اروح المكان اللي هصور فيه كده، ارجع منه للكرفان كده، ففضلت معايا فتره ان انا على طول عايز العصايه وعلى طول ماشي بيها، فلا بس قدرت اخرج منها بسرعه يعني تقمصت الدور وركزت فيه، وعشان اخرج منه الحمد لله ما خدش وقت كتير، بس عشت الحاله يعني. طيب تقولي رقم تاني؟ احنا لسه في البيئه المحيطه. 6.
ستة. في النقاش هل بتعرف تتحكم في, في يعني لو حد بتناقشه وآراءه ومعتقداته مختلفة عنك تعرف تتحكم في أعصابك ولا أنت من النوع اللي بيتنرفز وبيتعصب؟ لا ممكن أتحكم في أعصابي في حدود المسموح، لكن لو في حد ابتدى يتعدى أو يستفزني لا النقاش هيحتد قوي يعني. يعني أنت من حقك تختلف اختلف معايا وأنا بختلف معاك، لكن في حدود المعقول. لكن بتوصل لدرجة تطاول أو يقل منك أو يهينك أو كده لا بقى خلاص الموضوع بيولع بقى. طبعا بيبقى صعب جدا بالذات كمان لو أنت شخص معروف. أوكي الناس بتصدر أحكام عليك بسرعة قوي. صح. ولو أنت مثلا حتى لو أنت حد في الطبيعي لازم يعمل كده إن هو يقول الجملة الفلانية أو يقول لحد لا خد بالك وما تتعداش حدودك ممكن الناس تتقبلها من شخص عادي، لكن أول ما يبقى معروف الناس ما بتتقبلش منه حاجات كتير. بيحاولوا في ناس بتحاول تستفزه في العلن قدام الناس ويقول لك بص الحق بيعمل ايه ويصوروه، وفي ناس تانية بتتقبل ده. فهو في كلا الحالتين يعني انا عامه ان انا مريت بالاثنين بكون هادي ومبتسم، ما بحاولش حد يمسك عليا حاجه يعني، بخرج من الموقف بسرعه وبطريقه لطيفه كده عشان ايوه بتهيألي لازم تعمل كده على طول بسرعه كده يعني شكرا ومسي وكتر خيرك وخلاص انسحب. اوكي الافكار. الافكار يلا. طيب تختار رقم من 1 لـ12. 10. ايه المهارات او الحاجات اللي انت لسه عايز تطورها في شغلك؟ والبني ادم لازم يتطور يعني بيتهيألي كل يوم يعني لازم كل شويه لازم يطور من نفسه، حتى الناس اللي واصله لحاجات كبيره قوي ما ينفعش ما تطورش من نفسها. صح. انا نفسي يعني يجي لي دور باللغه الصعيديه. عايز اللغه انا بسميها لغه ان هي فعلا مختلفه عن العاميه اللي احنا بنتكلم فيها اللكنه الصعيدي. نفسي اشتغل مسرح. كنت بدرس مسرح واخدت ورك شوبس مسرح كتير قوي، بس ان انا اقدم عرض واطلع مباشره للجمهور في رهبه وفي تجربه نفسي اتعلمها. أيوة طبعا المسرح صعب جدا وممتع في نفس الوقت. طبعا بتهيألي لان كمان بتشوف الرياكشن بتاع الجمهور كده في ساعتها هو في لحظتها اسمها كده ليها كاش اون ديليفري يعني دفع عند الاستلام، انت بتقدم حاجه فهو بيستقبلها منك بالظبط. بس اكيد ممتع وحاسه ان احنا عامه في العالم النهارده او في عالمنا احنا مفتقدين المسرح. يعني زمان واحنا صغيرين كان في مسرحيات كتير كنا فعلا كان دايما بنسمع مسرح. دلوقتي بحس ان المسرحيات بقت قليله قوي. فعلا المسرح بقاله سنين مش موجود يعني. انا معاكي ده مفيش حاجات او ما بقاش فيه يمكن افكار تتقدم او مفيش ناس بتجازف انها تعمل مسرحيه يبقى فيها نجوم وابطال زي زمان يعني. هو فعلا حقيقي المسرح الفتره دي ما فيهوش اسامي كتير زي اللي كنا بنخشها واحنا صغيرين. طيب يعني انت عايز مهاراتك اللي تطورها دي في مجال شغلك يبقى ليها دعوه بالمسرح او ليها دعوه باللكنات المختلفه اللي ممكن تتعلمها بالزبط. او اللغات زي ما انت قلت اللغه الصعيدي لانها صعبه جدا مختلفه. انا بحسها صعبه جدا جدا بحسها صعبه جدا وبحس كمان ان في ناس يعني لو صح التعبير يعني بتأفور فيها يعني في ناس لما يجي تتفرج عليهم عارف انت كمشاهد لما تيجي تتفرج على ناس تبقى حاسس ان انت مرتاح. صح. وفي ناس تبقى حاسس ان انت ايه ده بيقول ايه يعني تبقى حاسس ان انت متوتر وانت بتتفرج عليهم. فكل ما كان الواحد محسس الناس اللي بتتفرج عليه ان هو مرتاحين ده معناه ان هو متمكن. صح. من ادائه من لغته من وات ايفر بقى يعني. دي حقيقه. هي انت هقول لك على حاجه، انت مثلا لما بتقفي تتكلمي مع صعيده مش هتفهميهم. لو في اتنين بيتكلموا مع بعض في وفي مناقشه والله ما هنفهم حاجه. في فعلا هي لغه انا نفسي اجرب اشتغل بيها يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اختار رقم كمان من 1 لـ12. من 1 لـ12 اخد 11. طب ايه المهارات بقى اللي عايز تطورها في مجال العلاقات؟ علاقات مش شرط تكون علاقات شخصية يعني ممكن تكون علاقات في الشغل ممكن تكون علاقات في الاجتماعية. كلنا محتاجين الناس عارف كلنا محتاجين محدش يقدر من وجهة نظري يعني مهما كان قوي أو ذكي أو موهوب يقدر يعيش بعيد خالص أو ما يتفاعلش مع الناس عشان يوصل لأهدافه في الحياة. يعني مش شرط إن هو الأهداف تبقى في العمل يعني ممكن تبقى أهداف اجتماعية ممكن تبقى ممكن ان انا يعني اتجرأ شويه يعني. بمعنى ايه؟ مش اقتحم حياه حد
ولكن ان انا احاول ان انا ممكن اتعرف على الناس، يعني تبقى مور اوبن يعني شويه. انا بطبيعتي شخص يعني مش قافل على نفسه، بس خجول لدرجه ما بحبش حد يكسفني او يعاملني يقول لي كلمه او ده مش وقته او وبعدين. فانا ممكن ابقى في مكان اشوف حد كده ببقى ممكن يفتكر ان انا مش عايز اسلم عليه، ولكن هو بيبقى خوف مني، ما عنديش الجراءه ان انا اروح اقدم نفسي للناس كده. فدي بحاول اشتغل هي عليها دي يعني. ممكن تشتغل عليها، بالتالي بتحتاج كمان تمرين ايوه يعني، مره في مره في مره هتلاقي نفسك خلاص بقى خلاص. سبت الدنيا. بس هي اكيد طبيعه في الاول هي يعني، في ناس طبيعه. فعلا بيبقوا مخلوقين كده، وفي ناس بيبقوا لا مش ده بالظبط الطبيعه بتاعتهم. بالظبط اي حاجه مش الطبيعه بتاعتك عامه بتحتاج تشتغل عليها، تمرين زي العضلات زي صح الجيم. زي الجيم. اوكي، فاضل لنا الانا او الايجو. اوكي انت كممثل عامة الايجو بيلعب عندكم، مش بس الممثلين بس كل الناس المشهورة الايجو بيخش ساعات عندهم لما مثلا يعملوا حاجة حلوة قوي والناس كلها تيجي تقول لهم برافو وبتاع، فالايجو بتاعهم بيضرب قوي، اوكي فاهم قصدي؟ فهو الايجو بالنسبة للناس المعروفة بالذات وشهم بيلعب دور كبير في حياتهم يعني. طيب ممكن تختار بقى من 1 ل 18. يا كتير الايجو عندنا كتير. اخد مثلا 5 في النص نشوف كده. ايه التحدي، الحاجة الصعبة اللي مريت بيها وخدمتك؟ هو معظم الحاجات الصعبة اللي بنمر بيها بتخدمنا على فكرة، طبعا بس انت من الاكسبيرينس بتاعتك ايه اللي مريت بيه كان صعب بس حسيت بعد كده لا ده كويس؟ يعني كان قبل يمكن مسلسل الاختيار 2 كانت الناس شايفاني ان انا يعني مركز قوي في الجيم ومعضل شوية او مبلك عن ادوار، وكان بيتقال لي انت يعني حاول تهدي جسمك شوية عشان تعرف تجيلك ادوار فيها رومانسية فيها دراما، مش هينفع البادي ده يبقى كذا، مش هينفع يبقى واحد مثلا مش عارف ياخد حقه الدور مثلا. فحسيت ان انا يعني خلاص انا دلوقتي كده يبقى هستنى حاجه تجيلي كده. فلقيت الحمد لله لا ان اترشحت للاختيار 2 وكنت يعني فت في الدور او لايق على لا على على الشخصية. الشيء على الشيب ده ساعتها. بعد كده كملت في الكتيبه بعدها بسنه، فحسيت ان الفتره دي يعني ظبطت معايا. ممكن لو كانت ادوار تانية اتحطت لي فيها كان يبقى يعني ما ينفعش، يعني تبقى غريبة. غريبة شوية. انت رومانسي وجسمك مثلا كويس او انت مكسور او انت مقهور، فالشكل ده ما ينفعش يكون كده يعني، اللي هو جسمك ما يقولش للحاجات دي. وفي حاجة تانية برضو خدمتني في حاجة، ان كان في وقت ناس تقول لي انت مش هتكمل ومش هتوصل ومش هتعمل و و و و اشتغلت على نفسي ودوست، قدمت في ورشة النقابة اتقبلت، خدت ورشة النقابة نجحت من الخمسة اللي نجحوا من 300 واحد اتقدموا. فقدرت اخد الحاجات النيجاتيفيتي دي او حولتها البوزيتيفيتي، يعني ما استسلمتش يعني خدمتني. انت يعني ما بتدينيش امل، فانا خدت ده عكس ده وقدرت اوصل بيه. ساعات كده، ساعات لما الناس تقول لك حاجة صعبة أو حاجة بتحبط تخليك تعند شوية. بالظبط انا عانت، طب هخش الورشة بقى. فالعند ده بيبقى كويس حلو، ده العند كويس، في طبعا عند تاني لا مش طبعا عايزين، بس ده العند البوزيتيف يعني اللي هو طب هوريكو أو هوصل هنجح كذا يعني يعني. الحمد لله. بس انا بحس دايما انه دايما في مشوار الواحد انه بيطلع له ناس في كل وقت وايا يكون انت بتعمل ايه يقولوا له على فكره انت مش هتنجح، لا اللي انت كتير بتعمله ده مش هيوصلك لل كتير ده. دايما انا بحس ان بيبقى نوع من انواع اختبار القدر كده، اللي بالظبط هو ايه جاي يختبرك هل انت فعلا عايز تعمل ده ولا لا. لان كتير احنا بنبقى عندنا حاسين ان شغفنا، مثلا انت حاسس ان شغفك التمثيل، بس في ناس لا هم حاسين كده عشان شايفين حواليه مثلا ممثلين واصلين لحاجات معينه، بس هو مش بالظبط شغفهم الحقيقي. فبيجي بقى القدر يختبر البني ادم عشان يقول طب هو ده شغفي فعلا هو ده اللي انا هوصل له ولا ولا لا. لا. انت من الناس اللي بتعمل حاجات كتير يعني، يعني بتشتغل في البيزنس وفي
ورياضة دي حاجة انت بتعملها لنفسك وفي نفس الوقت التمثيل، بس انت عارف شغفك فين؟ اه طبعا هو التمثيل. هو التمثيل يعني بتمنى في يوم ان انا احقق الحلم اللي انا بسعى له بقالي سنين فيه ده. ان شاء الله طالما انت بتسعى اكيد. طيب احنا لسه في الانا، ممكن تختار رقم كمان؟ واحد. واحد. قول لنا في 3 جمل مشاعرك في المرحلة دي. الآن و زعلان، حزين أو زعلان يعني، الآن وزعلان و متفائل. يعني شفتي أنا الآن وزعلان أو حزين، وده بجد في المرحلة اللي أنا فيها دي، ومتفائل. حلو، يعني أكيد 3 مع بعض. طب قول لنا قلقان ليه وحزين ليه ومتفائل ليه؟ الآن من التفكير كتير، انت بت اوفر ثينك شوية؟ كتير على طول بفكر، ما بهداش. أنا مخي ده على طول ما بيهداش، تفكير تفكير تفكير، بفكر في حاجات كتير دايما، بفكر في اللي راح واللي جاي. ما عنديش حتة إن خلاص اللي اتعمل اتعمل بس، لا يعني بفكر كتير. حزين أو زعلان يعني في حاجات في حياتي مضايقاني شوية، ظروف مريت بيها خلصت ولا لسه؟ لا ما خلصتش لسه، مستمرة لوقتنا هذا. وفي منها حاجات إن ممكن يبقى في يعني شخص عزيز عنك في حياتك، أو ناس بتحس إن أنت خلاص بتفقديها، أو يعني حاجة ما كملتش، حاجة ما كده يعني. ايوه. ومتفائل لأن أكيد يعني إن بعد العسر يسر، فأكيد ده مع العسر يسر كمان. إن مع العسر يسر. فأنا بالحاجات اللي بمر دي أكيد طالما أنا مع ربنا أكيد في تفاؤل جاي. طالما أنا سلمت، طالما الحاجات دي حصلت وانا ماليش ذنب فيها وماليش يد فيها ومش انا اللي عاملها لنفسي، يبقى اكيد ربنا هيفتح باب رزق وخير وتفاؤل. صح، انا معاك 100%. انا دايما بقول طالما مفيش حاجه كمان اقدر اعملها في الموقف ده، بالظبط. يعني دايما اقول طب انا في الموقف ده والموقف ده مش حلو، هل في ايدي حاجه اعملها؟ بالظبط. وابحث جامد قوي، عشان ساعات الواحد برضو ساعات بيضحك على نفسه، فاهم قصدي؟ يقول لك خلاص خلاص مش بقى، هعمل انا مفيش حاجه حاجه بقى، بقى اقعد لا افكر واعمل وبتاع، فاهم ما قصدي؟ عشان التفكير الكتير ده بياخد من مجهودي وبياخد من طاقتي وبياخد من صحتي، وانا ممكن اخس من التفكير والله العظيم، ممكن من كتر ما انا قاعد بفكر ليل نهار في موضوع يا ريتني اعرف اخس الاقي من نفسي التفكير. نازل كده من اوكي، من كتر ما بياكل فيك. بالظبط. وطالما انت مش مقصر، وطالما عارف ان انت الموضوع مش بايدك، وان ربنا حطك في موقف زي ده او في اختبار زي ده، خلاص يعني اسعى وحاول انك تشوف مخرج للازمات اللي انت فيها، وتقول يا رب، وتكون على يقين ان انت بتقول يا رب بجد، واكيد ربنا ما مش هيسيب حد كده يعني. انا مبسوطه ان انت متفائل عامه، لانه بتهيألي ده اهم حاجه، لان هو ده الحاجه اللي بتخليك بقى بعد كده اللي هو اكمل بقى. هكمل. فلازم، انا رايي ان لازم دايما نكون متفائلين، يعني ما عندناش غير ده، يعني دي الحاجه اللي موجوده، عشان عدم التفاؤل هيبان قدام الناس، هيوصل لغيرك. وفي نفس الوقت انت لازم الناس تشوفك حتى وانت في اي مكان مبسوط وفرحان حتى لو فيك مشاكل الدنيا. ده هنا في عازل، محدش يشوفه ولا يعرفه غيرك انت لوحدك. عشان انت ممثل مشهور ولا عشان انت بتتكلم على البني ادمين لا بصفه انا عامه؟ بني ادم، مش عشان ممثل او مشهور، مع زمايلي في الشغل، مع عيلتي، في النادي، خارج في مكان، كبني ادم عادي. يعني خلاص حط ستاره كده، الحاجات اللي مضايقاك في مشاكلك وحياتك وحزنك ووجع قلبك وكله ورا، انت بني ادم عادي قدام الناس. القريبين منك تتكلم معاهم، حد جديد في اعلى لا ما يعني يخليه يشوفك مبسوط ومتفائل كده. صح، اي اجري. ايه احسن نصيحه اتقالت لك في حياتك؟ احسن نصيحه عافر للاخر، عافر للاخر. اوكي، يعني انا بقولها لك باللغه العاميه كده يعني، عافر للاخر. وحاجه تانية برضو، ده بقى من عيلتي واصحابي المقربين والناس، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا.
وقلتها في اول البرنامج وانا قاعد معاكي، انا بسعى بحاول افتح بيبان اشوف حاجات تقدر تجيلي، وفي الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا. صح، بس لازم اكون عملت اللي عليا. معاك 100%. استمتعت جدا باللقاء معاك معتز، وبتمنى لك كل التوفيق في كل حاجه بتعملها. ربنا يخليكي. ميرسي ليكي، اتشرفت بيكي. ميرسي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم الاسبوع الجاي في رحله جديده مع شخصيه ملهمه في عالم موازي. باي باي.